بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس كيمياء 2-3 معكم معلمتكم الآن ناصر العتيب نرحب باستاذ لغة الإشارة صالح العجان اليوم بإذن الله سيكون درسنا عن المركبات الأروماتية نحن في الباب الأول الهيدروكربونات وصلنا إلى الدرس الأخير في هذا الباب وهو الهيدروكربونات الأروماتية تعلمنا في الحصة الماضية البنزين وحلم كيكولي وهو كذلك نموذج البنزين الحديث قمنا بالمقارنة بين النموذج الذي حدده كيكولي في حلمه وأصبح بالفعل مطابق للواقع اليوم بإذن الله ستكون المركبات الأروماتية والفرق بين المركبات الأروماتية والأليفاتية تسمية المركبات العضوية الأروماتية الفكره الرئيسه تتصف الهيدروكربونات الاروماتيه بدرجه عاليه من الثبات في بنائها الحلقي حيث يكون هناك ازواج غير متمركزة في الحلقه الاهداف نقارن بين خواص الهيدروكربونات الاروماتيه والاليفاتيه نوضح المقصود بالماده المسرطنه ونذكر بعض الامثله عليها نسمي المركبات الهيدروكربونيه الاروماتيه مفرداتنا السابقه المجالات المهجنه وهي دمج المجالات الالكترونيه المختلفه في الشكل والطاقه حتى نحصل على مجالات الكترونيه مماثله في الشكل والطاقه مفرداتنا الجديده اليوم ستكون المركبات الاروماتيه والمركبات الالفاتيه وخريطه المفاهيم التي تطرقنا اليها مسبقا وهي أقسام الهيدروكربونات عبارة عن قسمين أساسيا وهي الألفاتية والأروماتية، الألفاتية انتهينا منها عبارة عن ذات سلاسل مفتوحة وذات سلاسل مغلقة، ذات السلاسل المفتوحة مشبعة وغير مشبعة، بالنسبة لذات السلاسل المغلقة تكون حلقات مشبعة وحلقات غير مشبعة، اليوم ستكون عن الأروماتية وهي حلقات غير مشبعة ولكن الفرق بينها وبين الحلقات هنا في الألفاتية أنها عطرية. وهذا هو التقسيم، هنا لدينا أيضاً مثال عليها البنزين العطري والنفثالين، سنتعرف عليه بإذن الله اليوم. المركبات الأروماتية، ما الفرق بين مركب أروماتي ومركب ألفاتي؟ بالنسبة للمركب الأروماتي تعريفه هي المركبات العضوية التي تحتوي على حلقة بنزين واحدة أو أكثر. الألفاتية ستكون هي المركبات الهيدروكربونية غير الأروماتية، أي أنها لا تكون عطرية مثل الألكانات الألكينات والألكاينات بالنسبة للخصائص لها هنا ذات روائح طيبة وعطرية هنا تكون دهنية وحصلوا عليها من تسخين دهون الحيوانات قديما مثال على الأروماتية الروائح الموجودة في البهارات والفواكه وأيضا بالنسبة للعطرية ستكون موجودة في البنزين هنا في مثال عليها الهكسان والأكتان ما الأمثلة على الدهون الحيوانية التي قد تحتوي على مركبات ألفاتية؟ لاحظ الصورة الدهون الحيوانية أحسنتم الدهن البقري دهن الخروف وأيضا دهن الدجاج في سؤال ماذا قرأت استنتج لماذا استمر الكيميائيون في استخدام مصطلحي المركبات الأروماتية والأليفاتية إلى الآن طبعا أصبح الإسمين دارجين إذا أصبح جزء من اللغة لاحظ أمثلة على المركبات الأروماتية. نحن قلنا حلقة واحدة أو أكثر، فلدينا هنا الإنثراسين عبارة عن ثلاث حلقات سداسية، يستخدم الإنثراسين في إنتاج الأصباغ والدهان. المركب الثاني عبارة عن حلقتين بنزين اسمه النفثالين. النفثالين حلقتين بنزين ملتصقتين بجانب بعض، يستخدم في عمل الأصباغ أيضا طارد للعث ويوضع من ضمن الملابس. أيضا مثال ثالث البارازيلين بارازيلين أو الاسم النظامي له 1.4 شرطة ثنائي ميثيل بنزين لاحظ هنا ثنائي ميثيل وفي الوسط حلقة بنزين أو ينطق بارازيلين وهو الاسم المتعارف عليه يستخدم في عمل ألياف البوليستر والأنسجة المثال الرابع ولاحظ أنها أيضا ثلاث حلقات سداسية ولكن هنا مرتفعة للأعلى بعكس بعكس المثال الأول الإنثراسين كانت في خط واحد، هنا لاحظ انها مرتفع في الاعلى، فهنا الفرق بينه وبين المركب الاول الفيناثيرين يكثر في الجو بسبب الاحتراق غير الكامل للهيدروكربونات. الآن انظر للنفثالين، انظر للصورة ثم صف مركب النفثالين، لاحظ. أولاً لونه أبيض عبارة عن دوائر صغيرة، طبعاً يستعمل في عمل الأصباغ وأيضاً طارد للعث. بالنسبة للصيغة البنائية صيغته البنائيه لاحظ انها عباره عن حلقه حلقتين اذا حلقتين بنزين ملتصقتين جنبا الى جنب يعد مثال على الحلقات الملتحمه بحيث يحتوي المركب العضوي على حلقتين او اكثر تشتركان في الضلع نفسه لاحظ الضلع نفسه هنا مشترك بينهما تتشارك ذرات الكربون المكونه للحلقات بالالكترونات مثل البنزين اذا عندما نقول صف النفثالين ستصف الصيغه البنائيه عبارة عن حلقتي بنزين سترسم الحلقة الأولى ثم ترسم الحلقة الثانية وتضع بعد ذلك في الداخل الحلقة الدائرية عبارة عن التبادل بين الروابط الثنائية والأحادية أيضا قلنا أنها مثال على الحلقات الملتحمة الملتصقة جنبا إلى جنب بحيث يحتوي المركب العضوي على حلقتين أو أكثر ولاحظ هنا اشتراكهما في الضلع نفس بالنسبة للإلكترونات أيضا تشترك بالإلكترونات إذا تتشارك ذرات الكربون المكونة لحلقات بالإلكترونات مثل البنزين بالنسبة للتسمية في المركبات العضوية الأروماتية بنفس الطريقة التي كانت تسمى بها الألكانات الحلقية إذا تسمى مركبات البنزين ذات المجموعات البديلة مثل ما شاهدنا قبل قليل في البارازيلين لاحظ البارازيلين التسمية 1.4 ثنائي ميثيل بنزين إذا بنفس طريقة التسمية في الألكانات عندما كنا نسمي مثلا بهذا الشكل نقول ميثيل هكسان حلقي هنا أيضا سيسمى حسب موقع المجموعة البديلة يعني ستكون ستكون الترقيم بهذا الشكل واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا سنقول واحد فاصلة أربعة لاحظ أنهم كلهم ميثيل إذا ثنائي ميثيل لأن لدي تفرعين واحد اثنين والحلقة تسمى بنزين إذا بهذه الطريقة ستكون التسمية تسمى مركبات البنزين ذات المجموعات البديلة بالطريقة نفسها لتسمية الألكانات الحلقية ما هي قدرتها هذه المركبات لها قدره على امتلاك مجموعات مختلفه مرتبطه مع ذرات الكربون فيها كبقيه الهيدروكربونات اذا وجدت مجموعه بديله مرتبطه مع حلقه البنزين يعني ان ذره الهيدروجين لم تعد موجوده بمعنى هذه حلقه البنزين لاحظ يكون هناك طبعا هنا رابطه احاديه رابطة ثنائية إذا سيكون هناك هيدروجين بمعنى أن الذرة واحدة من الذرات الموجودة ستكون عفوا تكون بهذا الشكل تكون بهذا الشكل كربون حتى تكون الصورة أوضح واحد اثنان ثلاثة إذا هنا لدينا هيدروجين هنا لدينا هيدروجين لأنه سي اتش لدينا هيدروجين هنا لدينا هيدروجين هنا لدينا هيدروجين يقول لم لم تعد موجوده اذا وجدت مجموعه بديله بمعنى انني قمت بنزع ذره الهيدروجين ووضعت بدلا منها مجموعه بديله اذا بمعنى ان ذره الهيدروجين الان لم تعد موجوده لوجود مجموعه بديله ارتبطت مع الحلقه بالنسبه للترقيم ايضا ترقم حلقات البنزين المتفرعه مثل الالكانات الحلقيه المتفرعه بحيث تعطيني اصغر رقم بحيث تعطيني اصغر رقم لاحظ معي نقول مثلا بهذه الطريقة هنا ميثيل وهنا ميثيل إذا سيكون الترقيم واحد اثنين ثلاثة حتى يعطيني أصغر رقم بدل من أطلع فوق واحد اثنين ثلاثة أربعة فها هنا العد للأعلى خاطئ سيكون العد الصحيح للأسفل إذا تعطيني أصغر رقم ممكن لمواقع المجموعات البديلة. أيضا يراعى كذلك الترتيب الأبجدي للحروف الإنجليزية. لو وجد أكثر من متفرع لو وجد أكثر من متفرع مثلا لو كان لدي ميثيل وإيثيل سنراعي الحروف الأبجدية نبدأ بالإيثيل ثم بعد ذلك الميثيل. أيضاً لو وجد أكثر من متفرع سي اتش 3 مثلاً سي اتش 3 لدينا اثنين نستخدم البادئات ثنائي ثلاثي عند وجود أكثر من متفرع من نفس النوع. مثال أنظر لدي الآن حلقة سداسية، حلقة بنزين ولدينا تفرع واحد فقط اللي هو سي اتش 3 هل نحتاج للترقيم هنا؟ لا نحتاج لأن لدي فقط متفرع واحد إذاً سنقول ميثيل بنزين وله اسم شائع وهو التولوين. اسم شائع وهو التولوين. الآن انظر، أيضاً هنا لا أحتاج إلى الترقيم لأن لدي متفرع واحد فقط، لكن هنا كان مثيل، هنا إيثيل. إذاً إيثيل بنزين. الآن انظر، وجد لدي متفرعين في الأعلى وفي الأسفل. نحتاج هنا للترقيم. نحتاج للترقيم. واحد، اثنين، ثلاثة. أربعة إذا الترقيم بهذا الشكل سيكون واحد فاصلة واحد ما هي المتفرعات ميثيل ميثيل كلاهما من نفس النوع إذا سأحتاج فقط كلمة ثنائي ثم أكتب اسم الحلقة وهي بنزين إذا واحد فاصلة أربعة شرطة ثنائي ميثيل بنزين فسر ماذا تعني الدائرة داخل الحلقة السداسية هذا شرحناه في الحصة الماضية ولكن نسترجع معلوماتنا وتعني أن هناك إلكترونات تتشارك فيها الذرات الست في الحلقة جميعها أيضا مثال انظر للترقيم قلنا أننا نحتاج أن يكون الترقيم أقل رقم تأخذ فيه مجموعة البديلة لاحظ الترقيم واحد اثنين ثلاثة هنا أربعة إذا لدي اللي هو الميثيل والميثيل ولدي الإيثيل إذا الترقيم سيكون واحد اثنين ثلاثة أربعة هنا حسب الحروف الأبجدية الإيثيل قبل فهو عند ذرة الكربون رقم اثنين، إذا نقول اثنين شرطة إيثيل. لدي بعد ذلك الميثيل عند الكربون رقم واحد وعند الكربون رقم أربعة، إذا فاصلة عشرة عفواً واحد فاصلة أربعة شرطة ثنائي ميثيل والحلقة اسمها بنزين. مثال أربعة واحد تسمية المركبات الأروماتية سمي المركب الأروماتي التالي، تفحص المركب ما هو؟ عبارة عن حلقة سداسية واحدة يوجد تفرعات نعم يوجد تفرعات ما هي هذه التفرعات عندنا ذرة كربون واحد اثنين ثلاثة إذا بروبيل إذا أعطينا مركب أروماتي سنتبع القواعد للتسمية رقم ذرات الكربون لإعطاء أصغر أرقام ممكنة إذا بدأت من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سيكون المجال بعيد جدا لكن نبدأ من هنا واحد اثنين ثلاثة سيكون أقرب أو واحد اثنين ثلاثة. هنا لا تفرق لأنها نفس النوع. أيضا لاحظ الترقيم 1 2 3. وهنا الترقيم الآخر. طبعا الترقيم الصحيح 1 2 3. إذا هذا هو الترقيم المناسب، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية حدد أسماء المجموعات البديلة. المجموعات البديلة هي البروبيل وأيضا البروبيل. هي البروبيل والبروبيل. جمع الاسم ورتب المجموعات البديلة جمع الاسم ورتب المجموعات البديلة هجائيا مستخدما الفواصل كذلك الأرقام الشرطات بين الأرقام الكلمات ثم أكتب الاسم على الصورة طبعا الترقيم واحد اثنين ثلاثة إذا واحد فاصلة ثلاثة فلنكتبها بالإنجليزي أفضل واحد فاصلة ثلاثة شرطة طبعا بروبيل اثنين إذا ثنائي ثنائي بروبيل والحلقة اسمها بنزين. الآن تدريبات. سمّي صيغ البنائية التالية. لنبدأ أولًا. نبدأ أولًا. الحلقة الأولى هنا واحد. الحلقة الأولى عبارة عن حلقة بنزين، التفرع لدي تفرع واحد فقط. آه ثلاث ذرات كربون، إذًا هو بروبيل. إذًا لا أحتاج للترقيم هنا. سأقول مباشرة بروبيل بنزين. الثاني نحتاج للترقيم لوجود أكثر من متفرع إذا لاحظ أنهما مختلفان عبارة عن مثيل وإيثيل نبدأ واحد اثنين آه سنحتاج أيضا حروف الهجائية نبدأ بالإيثيل أولا لاحظوا التفرعات واحد اثنين إذا عند واحد شرطة إيثيل عند اثنين المثيل بعد ذلك تكتب اسم الحلقة تقول بنزين لاحظ هنا أنني لا أكتب حلقي لا أكتب حلقي مثل المركبات في الهيدروكربونات الألفاتية لأن كنا نكتب حلقي في المركبات العطرية والأروماتية معروف أنها عبارة عن حلقات نبدأ في الجزء الثالث التدريب الثالث لاحظ الترقيم سنقول واحد اثنين ثلاثة طبعا هنا إثيل ميثيل وميثيل إذا ثلاث تفرعات مواقعها عند واحد واثنين وثلاثة نحتاج الحروف الهجائية واحد شرطة إيثيل، بعد ذلك لدي متفرعين من نفس النوع هو الميثيل، إذا سنحتاج إلى بادئ الثنائي، إذاً 2.3 فاصلة شرطة ثنائي ميثيل، والحلقة اسمها بنزين. سؤال التحفيز، ارسم الصيغة البنائية للمركب واحد فاصلة ثنائي ميثيل بنزين. واحد فاصلة ثنائي بنزين سترسم حلقة بنزين، حلقة سداسية. واحد فاصلة أربعة، اختار أي مكانين مقابل بعضهم لأن واحد وأربعة متقابلين، واحد وأربعة، ثنائي ميثيل، إذا كلهم من نفس النوع، ميثيل، ميثيل. إذا هذا هو الاسم، وعفوا الصيغة لمركب واحد فاصلة أربعة ثنائي ميثيل بنزين. الذي يليه، سمّي الصيغ البنائية التالي: لاحظ أيضا حلقة سداسية لدي أكثر من متفرع ثلاثة تفحصها عبارة عن ميثيل ميثيل وايثيل سنحتاج الترقيم لأصغر رقم نبدأ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة طبعا هنا اثنين وهنا أربعة هنا ستة رقمت فقط ما أحتاج إليه عند المتفرعات إذا واحد وثلاثة وخمسة هل يوجد متفرعات من نفس النوع نعم عند ثلاثة ميثيل وعند الخمسة ميثيل طبعاً عند واحد هو الإيثيل إذا سنقول واحد شرطة إيثيل شرطة لدي هنا الرقمين ثلاثة وخمسة الخاص في الميثيل نحتاج إلى بادئ ثنائي إذا ثلاثة فاصلة خمسة شرطة ثنائي ميثيل الحلقة اسمها بنزين مركب آخر لاحظ طبعاً كلما تغيرت المتفرعات كلما أعطتني مركبات أكثر لها خصائص مختلفة أكثر الآن انظر التفرعين يقعان على حلقة بنزين، حلقة بنزين الحلقة بنزين واحد. طبعاً لدي الآن التفرع الأول إيثيل وبروبيل. أيهما سنكون أو نبدأ فيه؟ الإيثيل حسب الحروف الهجائية أم البروبيل؟ إذاً الترقيم سيكون واحد، طبعاً هنا اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة، أربعة عند واحد وعند أربعة. ما هي التفرعين؟ عند واحد إيثيل، إذاً إيثيل يسبق البروبيل. إذاً واحد شرطة إيثيل عند أربعة البروبيل وستكتب بعد ذلك اسم الحلقة بنزين. ننتقل الآن إلى التقويم، استخدم قواعد نظام التسمية الأيوباك لتسمية المركبات التالية. لاحظ الحلقة لدي الآن الحلقة لدي لا لم تكن ليست حلقة بنزين، انظر هل يوجد داخلها روابط أو حلقة أو دائرة دائرية تكون الروابط متناوبة؟ لا، إذا هنا ليست حلقة أروماتية ليست حلقة أروماتية إنما هيكسان حلقي وهو ألكان حلقي، إذا ستكون التسمية بهذه الطريقة عند واحد اثنين ثلاثة نرتبها ونرقمها حتى تعطيني أقل أرقام، عند واحد إيثيل ثلاثة بروبيل هيكسان حلقي، إذا لابد أن تفرق بين البنزين كحلقات والهكسان أو الألكانات كحلقات، أيضا أنظر هنا لدي انتبه يوجد لدي رابطة ثنائية، إذا هل هو بنزين؟ لا، هل هو الكان حلقي؟ لا، هل هو الكين حلقي؟ نعم لوجود الرابطة الثنائية، إذا يوجد لدي متفرعين ميثيل وميثيل، عند الترقيم ستقول واحد واثنين، واحد واثنين، إذا ستقول واحد فاصلة اثنين ثنائي ميثيل، لاحظ أنني سأكتب هيكسين حلقي، وفي الأول قلنا هيكسان حلقي. الآن انظر الآن ما هي هذه الحلقة؟ حلقة بنزين أحسنتم إذا مركب أروماتي سنحتاج للترقيم سنقول واحد واثنين ثلاثة أربعة خمسة طبعا لاحظ أنها من نفس النوع من نفس النوع إذا عند واحد وعند ثلاثة وعند خمسة إذا واحد فاصلة ثلاثة خمسة طبعا كلها من نفس النوع إذا ثلاثي إيثيل بنزين إذا ملخص هذه الشريحة أن تقارن وتفرق بين الحلقات بأنواعها ما بين الألكانات والألكينات الحلقية وما بين درس اليوم وهو المركبات الأروماتية أن تركز على الحلقات هنا في الأول لا توجد أي روابط ثنائية في داخلها إذا عبارة عن هكسان حلقي إذا هو الكان حلقي إذا هو الكان حلقي ستتبع نفس الطريقة ولكن لن تكتب بنزين في النهاية إنما ستكتب حسب نوعه لأن هنا لدي الروابط أحادية فهو الكان سترفق أيضا كلمة حلقي لأنه عبارة عن حلقة التفرعات كذلك واحد اثنين ثلاثة ستبدأ بالترقيم حتى تعطيني أقل أرقام ايضا سترتبها حسب الحروف الهجائيه الايثيل اي يسبق البروبيل فلذلك ستكون عند الواحد ايثيل عند الثلاثه بروبيل ثم تحدد اسم المركب عباره عن هيكسان حلق رقم اثنين توجد لدي رابطه ثنائيه واحده لاحظ انه ليست بهذا الشكل ليست متبادله ثلاثه متبادلة إذا هي حلقة بنزين لكن هنا لدي فقط رابطة ثنائية واحدة إذا هو عبارة عن هكسين حلقي إذا هو الكين حلقي إذا نحتاج الترقيم نعم نحتاج الترقيم عندي واحد وعندي اثنين إذا واحد فاصلة اثنين هل هما من نفس النوع نعم كلهم الميثيل إذا سنذكر ثنائي ميثيل هكسين حلقي الثالث المركب الثالث لاحظ أنه توجد الدائرة في داخل إذن هو عبارة عن بنزين إذا الترقيم واحد 2 ثلاثة خمسة كلهم من نفس النوع إيثيل إذا سنحتاج فقط مبادئة ثلاثي إيثيل بنزين إذا نحدد أماكنها واحد فاصلة ثلاثة, فاصلة خمسة. ثم بعد ذلك بين الأرقام والكلمات شرطة ثلاثي إيثيل بنزين الآن اقرأ في كتابك حول الصيغة البنائية للبنزين والمركبات الأروماتية. أكمل الجمل أدناه مستخدما الكلمات الآتية: المركبات الأروماتية، المركبات الألفاتية، والمواد المسرطنة. لاحظ، تعد الألكانات والألكينات والألكاينات أمثلة على هل مركبات أروماتية أم ألفاتية؟ سنقول أنها ألفاتية. جميعها تحتوي على حلقة بنزين كجزء من تركيبها. طبعا ستكون المركبات الأروماتية. إذا ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا المركبات الأروماتية، الفرق بين المركبات الأروماتية والألفاتية وتسمية المركبات العضوية الأروماتية. لدينا نشاط منزلي. لدينا نشاط منزلي. استخدم قواعد نظام التسمية. آه الآيوباك لتسمية المركبين التاليين آه حلقة بنزين، حلقة بنزين، لاحظ التفرع CH2 CH2 CH3، والأخرى حلقة بنزين التفرع لدي إيثيل وميثيل. إلى هنا طلاب نصل لنهاية درسنا لهذا اليوم. شكرا لكم لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته